تزامنا مع مناسبة يوم المسرح العالمي وذكرى رحيل الفنان الكويتي الكبير خالد النفيسي رحمه الله، والتي تصادف 27 من شهر مارس، وتكريما لجهوده الكبير التي أثرى من خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال المميزة. تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ خالد النفيسي خبر تكريم الفنان الكبير خالد النفيسي ضمن المهرجان الاحتفالي الذي أقيم برعاية كريمة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب يوم أمس الاثنين على مسرح عبد العزيز حسين في منطقة مشرف. التكريم تضمن فقرة تاريخية مصورة ومقتطفات تسجيلية من أعماله، إضافة إلى فيلم بعنوان شهادات رفاق الدرب، تحدث فيه عدد من الفنانين عن الراحل. المستخدمون شاركوا في إحياء ذكرى مرور 11 عاما على رحيل فنانهم الكبير، متداولين صورا ومقاطع فيديو لأهم أعماله التي ترك من خلالها بصمة إبداعية ما زالت راسخة في ذاكرة محبيه، مؤكدين أنه أحد عمالقة الفن الكويتي وأبرز رواد الحركة المسرحية الذين ساهموا في تأسيس المسرح العربي بالكويت، داعين الله له بالرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته.